حزن واضح وتوتر كبير بعد مباراة السنغال ومصر اللي انتهت بخروج منتخب مصر من تصفيات كاس العالم 22، ولكن كان خروج غير عادل، فاللي شفناه في المباراة دي ما شفناهوش قبل كده في الملاعب الأفريقية. بدأ من إلقاء الحجارة على أتوبيس المنتخب من قبل المباراة وتعدي على الجمهور المصري اللي كان متواجد هناك، ده غير السباب واللافتات المسيئة اللي كانت موجودة في المدرجات وإلقاء الزجاجات على اللاعبين، وكمان العنف الواضح من اللاعبين السنغاليين اللي ساعدهم فيه الحكم مصطفى غربال اللي ظهر بأداء غير متوقع، خصوصا في لقطة عمر جابر بعد ما استدعاه الفار لاحتمالية وجود كارت أحمر. ده حتى كمان في ضربات الجزاء كان في كمية ليزر في عيون اللاعبين ما اعتقدش ان احنا شفناها قبل كده، ولا كمان الراجل اللي بينشم بالليزر ده. المهم بعدها استند اتحاد الكرة المصري على الاحداث دي وقدمها في شكوى رسمية للفيفا عشان المباراة تتعاد، ولكن خبراء اللوائح اكدوا انه صعب جدا ان المباراة تتعاد وانهم هيكتفوا فقط بالعقوبات المالية. اوقات كتير كرة القدم ما بتكونش عادلة حتى لو اداء المنتخب المصري ما كانش الافضل، لكن الاحداث اللي زي دي بتأثر اكيد بشكل كبير على نتيجة المباريات.